رحلتنا مع الألم في العراق لم ولن تتوقف في ظل هاي الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة اللي ضربت المواطن الفقير. توصلنا يوميا الكثير من المناشدات والحالات المأساوية اللي يندى لها جبين الإنسانية في بلد مليء بالخيرات والمعادن والأراضي الخصبة للزراعة. حالات صعبة جدا من ناس تعاني من المرض والجوع والحرمان والسكن بالتجاوزات والعشوائيات، وناس تتألم بصمت تترقب واحد يدق بابها يسألهم مش محتاجين ما محتاجين، يمسح على جبينهم يشعرهم بالأمان والعطف. ناس أبسط حقوقها بهذا البلد تعيش بمكان عيشة رغيدة، ما تريد قصور أو فلل، تريد سقف بسيط يسترها ويحميها هي وأسرتها من جحيم وهول الأحداث اللي نعاني منها. يعني والله صعبة وأليمة من نشوف مواطن عراقي في وطنه العراق وما عنده وطن اللي هو البيت، تلقيه مشرد بالإيجار وبالتجاوزات يفتك بيه المرض والجوع، وخصوصا بهاي الظروف الاقتصادية الصعبة اللي خلت الجميع على مستوى واحد. الوضعية يا أخوان صعبة، لازم الكل يتكاتف، لازم الكل يبدي المساعدة ويتفقد الفقير اللي يتألم وما لقى يد العون من الدولة والحكومات، وخصوصا الأيتام والأرامل والمرضى اللي تقطعت بهم السبل. نتأمل من الحكومة الجاية أن تلتفت للمواطن، أن تكون جاي لخدمة المواطن الفقير، أن توفر له أبسط متطلباته، مو بس تسوي لي توليط لو شارع، لا، لازم توفر له السكن الملائم، لازم توفر له تعليم ممتاز لأولاده، ولازم توفر له العلاج والقطاع الصحي اللي يليق بمواجهة أعتى الأمراض، مو تتحول المستشفيات إلى أماكن لحرق المرضى. وصلتنا مناشدة من أم عراقية، هي أم هبة تعاني من مشاكل صحية عديدة. استجابينا فورا إلها حتى نقدم لها كل اللي نقدر عليه. خلونا نشوف شنو قصتها. أنا أشد أهل المروة والحنية، أنا مثل أمكم أريدكم تساعدوني لأن أنا مريضة، ما عندي ولا ما جاهد، ما عندي ذنب بس رحمة الله بالطيبين. يوم أنا مرة مريضة، ما عندي، زوجي متوفي صار له 6 سنين، وولد ما عندي بس بنات، وعندي بنية بالإعدادية 5 علمي، وتدري مسؤولية ثقيلة منها بعد إيجاب، منها الخط يطفي علي، ما عندي أدفع، والعيشة قد صعبة، وأنا مثل أمكم أمشي على عكازة، حتى عكازة ما عندي، ما بي لا امشي واريد اوقع، كل شيء ما عندي، لا عربانه امشي عليها واقعد، ولا عندي عكازه وقوه امشي بالبيت خطوتين واريد اوقع، مريضه ما عندي اروح للدكتور، ولا عندي علاج، وقاعده مروه الله ومروتكم يوم، انتو يا الخيرين يا الطيبين، بعد ظلت يمكم يوم، واني مره مريضه ما عندي احد غير بس الله المعين، لا عندي ولد لا عندي أحد، والرحمة يمكم، حيل معاناة، حتى الأكل قوة دا أدبره، قوة دا أجيب البناتي، يعني ما عندي أحد، ما حد يجيني، لا حد، ما عندي أحد، يعني المعين ماكو، هو الولد المعين، هو الولد المعين، والولد ماكو، بس أكو ناس طيبة وخيرة، اللي شوية اللي تباوع على حالي مثلكم يا عيني، أنتو هم ولدي. لعداني أمكم يوم شارد من عندكم يما، تدرون بالكم علي وتسمعوني يوم، أريد من عندكم ترحموني، أريد أروح للدكتور يما، أريد أشتري علاج، لا عندي أدفع خاط، لا عندي مصرف، حتى أكل ما عندي، توأم أم ولدي والما عنده مو عب يوم، إحنا عراقيين أهل المروة وأهل النخوة يا عين، بعد شنو ما أبكي، أنا من أنا شذا أبكي للخيرين والطيبين يحنون على أمهم المريضة، ما عندي أروح للدكتور، لعدين من أنا أبكي، أبكي رب العالمين وأشكي للطيبين والخيرين وأهل المحنة، أهل عراقيين يوم
احنا نصدر حنا وطيبة يوم. الله يكون بعونك والمعين الله يا ابني. الحمد لله والشكر خير، ما لان ما عندي رجل امشي بيها واطلع واروح واجاني، قاعده هنا بالبيت ما الدرج ماله، قاعده بدرج. يا ريت ارضي انا مد اقدر اتمشى، قوه اصعد وقوه انزل، انزل على العوده واصعد شلون الحبيب، ما اقدر اصعد على طولي اوقع. يا رجلي خاله ما تساعدني، انا عندي انزلاق بظهري، كل المفقرات منتهيه مالتي، وامشي قوه بحجمه قوه امشي، هاي ايدي تليف ما اقدر كل شيء الزم بيها يوقع من ايدي. شنو وزني؟ ما وازنه خاله، ما وازنه، يعني ما طالعه خاله، ما وازنه امي. اريد اروح للدكتور ما عندي، غير دكتور يوزني ويقول لي انا قاعده منتظره. منتظرة رحمة الله، لا أروح للدكتورة شو أسوي؟ متحملة الوجع وقاعدة، وهاي دايخة بهاي بنتي لأن إعدادية، ومسا يراد لها قرطاسية ويراد لها ملابس ويراد لها كل شيء، وظلت يا عيني حايرة. حتى مشكلة عندها بأسنانها وتبكي لأن البنات نوبات ما تقدر تحكي وياهن، فتقول لي يوم أقول لها ما بيدي لا حول ولا قوة، بالملايين، وأنا عندي 10,000 أنا مد أوديك أدا أسوي سنونك، ما عندي يوم، ما عندي عيني. ها هي هذا قدري يا ابني، وظلت يم الطيبين، ظلت يم أهل المروة. بعد أنا أمهم مناشدهم وأقول لهم أنا لا تعوفوني، أنا يم أمكم، أنا ولد ما عندي، أنتوا ولدي يوم، أنتوا ولدي يا الشباب. يا الخيرين اللي الله مطيكم وفضل عليكم، تساعدوني الفقراء واذا ساعدتوني اظل صلاه الفجر كلها ادعي كل من يساعدني وكل من يوديني ويشيلني من هالضيقه اللي بيها اني ادعي الله ان شاء الله قد ما عنده يزيد بعد ويمطي ويرضي. اظل النهار كله ادعي لكم يوم، لان انا امكم خالتكم عمتكم، شو تحتبرون اعتبروني، يعني ما عندي اناشد بس الخيرين والطيبين واهل المحنه يوم، لا يعوفوني لا تعوفوني يوم. ام هبه ام عراقيه اصيله، شاءت الاقدار انه ما رزقت بولد، كل اللي عندها بنات، وزوجها متوفي وهو المعيل الاول للاسره، لأن ما عندها لا ابن ولا أحد. أم هبة ناشدة الطيبين والخيرين والغيارة أن يلتفتون لحالتها الحرجة، امرأة كبيرة في السن تعاني من العديد من الأمراض اللي أجبرتها على الجلوس في المنزل والعجز عن الحركة، بالإضافة إلى وضعية بنتها اللي هي طالبة وما عندها أي مستلزمات دراسية وتعاني من عيوب في أسنانها مسببت لها إحراج مع الآخرين، إضافة إلى وضعيتهم الصعبة بالإيجار وصعوبة العيش كون ما عندهم أي معيل. كادر برنامج الرحمة والإنسانية وقناة زاغروس الفضائية، ومن منطلق التكافل الاجتماعي ومساعدة الفقير في كل مكان، أخذنا على عاتقنا تقديم يد العون إلى هذه الأمرأة العراقية الأصيلة. واستجابت لنا فورا الدكتورة نور أمين، هاي الأمرأة المعروفة بمواقفها الوطنية الأصيلة اللي أثبتت أن المرأة العراقية امرأة قوية ومعطاءة ومادة إيدها لفعل الخير دوما. والله بعدها يعني مثل ما يقول انت جيتيني وراح اظل ادعيلك ليل ونهار بحق محمد، اهم شيء هو الصحه والعافيه، ان شاء الله يخليها بجسمك ويرضى عليك ويزيدك يا بنتي اللي فرحتينا وجيتينا، وما راسا مثل ما يقول البارحه ناشدنا واليوم انت جيتينا، والله يرضى عليك اللي تساعدين الفقير والمريض. تأمرين أمر ما يمر عليك، الله يرضى عليك يوم، أنا مثل ما يقول
أنا مثل أمكم وما عندي ولد ما عندي معين بس رب الكريم ما عندي أحد ونعم بالطيبين. بالله ونعم بالله دكتورة نور البارحة ضويناها كل المشاعر الله يرضى عليها حتى الله وستين الله أعطيك حكيت اللي بقلبي دكتورة لأن ما عندي أحد شكيلة بس الرب العالمين وظروفي صعبت حيل وهاي بنتي واني ظلينا نقعد الصبح اتهم ثبتنا ما عندنا كل شيء وهذا الايجار مريض مني واني ما دا انام والله العظيم وبكيت من كل قلبي وشكيت الرب العالمين وللطيبين قلت له يا ربي والله مثل ما يقول استجاب دعائي ودز لي هالطيب والطيب طبعا الطيب يجيب الطيبين مو صحيح يا عيني وظل ما يقول أنا ظليت حائرة قلت له يا ربي أنا ما عندي لا حول ولا قوة والله وناشدته وجاني الله يرضى علي وعليك والبارحة صورني وهاي الظروف اللي شفتيها يوم دكتورة المو هاي حل أنا متأذالي حتى مشي ما أقدر أمشي أنا بالمقعدة لا عندي عربانة حتى عكازة ما عندي حتى اللاستيكة من أمشي أزحلت فيها وظليت حائرة وحط يعني حيل تأذيت وما عندي أحد اللي أشكي له بس الرب ما شاء الله أنتي يعطيك الصحة والعافية يا الله يرضى عليك نفس الوقت بس قلت لها هذا تيجي تجيبيني يا عيني بس لا تقطيع ما صار وقت هي شوية قلبها مبينة حبيبة الله يرضى عليك حبيبتي إن شاء الله يزيدك اجمعي يعطيك ويرضيك ان شاء الله يوم راح نضل ندعي لك ليلي الله يحفظك هي بس هذا كان يعني انا احب الطيبين واللي يرحمون ويهم شيء بالبشر يوم صله الرحمه اذا البشر حشات انت ما عنده رحمه يعني هذا مو بشر ما يحس المقابله يعني البارحه شفتينا دا تجينا بده شنو هالطيبه والقلب الطيب الله يرضى عليك الله يوفقك يوم ويخليك لاهلك ان شاء الله اجمعين يا هاي بنتج بس هاي الباقية مو؟ ايه هنا بس هاي الباقية بالمدرسة يعني والظروف قد صعبة وما قبلتها منا ومنا لا ما قبلت وطليها يعني يمي بعد الله يرضى عليك وهي كانت من نوع الشاطرة وخامس علمي وصديقات جبت لك هدوم بس كون تطلع مقاس ثاني قدرت يعني قدرت هي مو سمينة ضعيفة هي كتكوتة حبيبي أميرة زين خلي اراويك الهدوم اول بالله جربي لي اياها اذا تريدين شوفي لا دكتوره بعدين نجرب هاي الاشياء الفرطاسيه يدور هاي شوفي اي شيء ما يصير علي تقولي لي ابدل لك اياها طلعي من العلاقه طلعي يوم طلعي اي هاي جبت لك هدوم وجبت لك الجنطه وجبت لك الشعر كله كامل يعني زي مدرسي كامل وهاي القرطاسية ما شاء الله بنوتة حلوة زغرات بعد أكثر ما تلبس هاي الدكتورة إيه أجيب لها غير أجيب لها واحدة غير أجيب لها غير لا لا جيبيها أنا أبدل لها إياها أوكي دللي صدرية لازم سودة مو إيه أوكي صدرية تمام وهاي القرطاسية مش كاملة ما السنة حسبت مو كورس يعني أوكي حتى تكسيتش هل شوف اللي شغلات بسيطة طلعين دفعة هاي تكسيتش كلهم طلعين خليني خليني نانا علمي الله يبقيك العافية حبيبتي الله يرضى عنك اللي مو زين قولي لي أبدل لك يا أوكي عافيات أمي هذا نهم الأقلاع يعني ما شاء الله عد بس كنت طلعت دكتوره طين وحده منها كلها قدامك انت انت حبيبي يوم انا ناس من نص يا علم بس من نص مو عمو انا ناس من نص يا علم بس كنت كلها جايبته فدوى عمرك حبيبتي ان شاء الله صحه وعافيه دلل الله يرضى عليك حدد لي الجنطه يا لوني عجبك اسود احمر على ذوقي فدوى اوكي خليني اشوف لك فد شيء اليوم ادزلك اياها اوكي ها انت عندك مشكله الاسنان إيه؟ اذا راح تجين ويانا ومن هناك راح اخذ لها الجنطه اوكي
من المنصور حار بحار خلي اليوم اصب لي اياه ماشي ما اخلي شيء بنفسي. برنامج الرحمه والانسانيه من يومه سباق بعمل الخير ومن يومهم هم اصحاب اليد العليا قبل لا احنا. احنا يعني مرات مشاغل الحياه تاخذنا مرات نروح ونجي ننشغل بس انتم يعني شغلكم الشاغل كبرنامج الرحمه والانسانيه استاذ حمزه السعيد واولوياتكم بالحياه هي مساعده الفقير فاحنا ناخذكم قدوه لنا ومثل لنا ونحذو حذوكم صراحه يعني هذا الشيء دا احكي بدون مجامله وبدون تنميق وامام وراء الكاميرا اقوله انه فعلا يعني برنامج الرحمه والانسانيه يستحق نتابع حتى نتعلم منهم وحتى لا ننسى إنسانيتنا. مرات الإنسان ينشغل بأمور يعني ممكن تكون مادية ممكن تكون واجبات يومية ينسى واجبه كإنسان. فهالشي أنا أريد دائما أتواصل وياكم به وأنه ما أنسى واجبي ورب العالمين خلقني لهدف به الناس به العالم أنه أساعد الناس وعلى إيدكم وياكم إن شاء الله نوقف الأمهبة نوقف معظم المناشدات اللي تجي للبيج وتدللهم علينا. سمعت عندك متعسرة بالإيجار بس احنا نحل المشكله من هذه 3 اشهر اوكي ان شاء الله يعطيكم قوه والعافيه على عمل الخير اجمعين طولت العمر واسنانها راح ناخذها للمجمع طبيب الاسنان المختص راح يشوفها شو شنو اللي تحتاجه وعلى ضوء يعني ان شاء الله باذن الله, إن شاء الله. مشكله الاسنان هاي حلها دائمي اوكي تدللي هو باعي فعلا يعني اكو ظروف تشابه الانسان وبدون ما تعرفين انه تلقين نفسك دا تبكين ومتاثره من تشوفين هالشيء. انا قلتها سابقا والدي توفى من عمري 10 سنوات واحنا بس 3 بنات لا اخ ولا اب كبرنا بظروف صعبه وتدرين احنا يعني الجيل القديم كبرنا بظروف الحصار والاشكال مرت ويعني هوايه امور كلش صعبه مرت علينا. أنا أكثر الناس اللي يقدر الظروف اللي أنتوا تمرون بيها وما أقدر أتحكم بدموعي وما أقدر ألزم نفسي من أشوف هالوضع وذكرتيني بالعكازة هم من أروح للمجمع راح أجيب لك عكازة هاي ما كنت أعرفها الصراحة لو أدري كان جبت لك بيها. لا أمرك ما تقصرين حبيبة الله يحبنا اللي الله جاب أنتوا تأمرون وبأسرع وقت تأمرون وإن شاء الله يقويك على عمل الخير ويعطيك الصحة والعافية. الله يقويني على عمل الخير إن شاء الله يوم لأن طيبة والطيب يستاهل الخير ويستاهل الصحة والعافية ويستمر بالطريق الخير إن شاء الله. الله يقدرني يا رب إن شاء الله يعطيك الأكثر. أنا مستعد الله يزيدك جد مساعدين الفقير. الكلمات اللي أطلقتها الدكتورة نورة أمين فرحت أم هبة وبنتها هواية وهذا هو هدفنا من خلال البرنامج إدخال الفرح لقلوب الناس وتقديم يد العون لكل المحتاجين. الدكتورة نور أمين اتكفلت بتوفير كافة احتياجات العائلة من توفير مبلغ بدل الإيجار بالإضافة إلى توفير مستلزمات الدراسة والتكفل بعلاج أسنانها حتى تقدر تكمل حياتها بسعادة. طبعا أنا جدا أشكر الدكتورة نور لأنه راح يساعدني وراح تحقق لي نجاح كل كبير كنت أنا أتمناه قبل أنه أسوي أسناني بس كان المبلغ أنه ما نقدر عليه وهي بفضلها وفضل لكم راح أسوي لي عن الأسنان كلش ممنونة منها راح يساعدني بالمبالغ مال البيت المصروف الإيجار الخط بكل شيء يعني راح يساعدنا وهذا كله ميزان حسناته وأنا جدا أشكرها وممنونة لها. طبعا ربي يحفظك ويطول بعمرك وطبعا أنا جدا أشكرها على الأشياء جابت إياها بخصوص الدراسة والملابس والقرطاسية والكتب والدفاتر أنا جدا أشكرها على جابتها كلها فرحتنا هاي. تعي ناخذ آخر سيلفي ويا هاي أسنانك راح تصير ماضي بعد يا عيني حصر عدلة مثل أسناني.
شلونك؟ اهلا وسهلا دكتوره، حياك الله. ان شاء الله بخير. اهلا وسهلا. دكتور سعد الجبوري، ممارس طب الاسنان واخصائي بتجميل الاسنان. اهلا وسهلا بيك، حياك الله. جايبت لك مناشده من برنامج الرحمه والانسانيه من لينا، بس بنوتتنا احنا نسميها كنوشه. حياكم الله على عيني وراسي. عندنا شويه تضبيطات. وكنوشه اكيد. الله يسلمك دكتورنا الغالي، عندنا شويه تضبيطات نحب تشوفها تعاينها انت وتقرر اللازم. يا هلا بقنوشه ويا ميت مرحبا. عندها مشكله انه اكو سن زياده مخرب لها ابتسامه، فاحنا كل اللي راح نسويه حاليا بهاي المرحله بعد ما انطيناها المخدر انه حنوخر هذا السن ونحاول شويه نعيد تشكيل هاي الاسنان. هنا هي وضعها كلش حلو وابتسامتها حلوه وملامحها جميله، مجرد انه هذا السن طالع لنا نشاز بالوضع. شو تقول نوخر ولا نبقيه؟ دكتور وايد تنمرون عليها بالمدرسه. يعني هي شوف فكره التنمر احنا اكيد كنا ضدها وكنا نرفضها، بس خلينا نقول المشاكل البسيطه هاي احنا نقدر نحلها ونعالجها، سواء هي او اي حاله ثانيه عانوا من التنمر يجون عن يعني طريق برنامجكم، اكيد احنا جاهزين انه على الاقل نرسم لهم ابتسامه اجمل ونخلصهم من هذا التنمر، وان شاء الله الامور زينه. الله يخليك. الله يخليك. هسه احنا اذا وخرنا هذا ايش قد حتنحل من المشكله مالتك قنوشه؟ هواي؟ هواي. راح تواجهين اليوم مشكله شويه بالنطق، لانه اكو شيء راح ينشال، فنحتاج منك انه تعتنين بالجرح، نحتاج منك انه علاجات هاي اذا راح ننطيك، ونحتاج منك شويه انه تقللين المضمضه اليوم لحد باكر لحد ما يطيب الجرح، وبعض الحروف راح تضيع عندك ممكن يوم ممكن مدى الحياه. لا لا هي بس يوم واحد وراها ترجع اللف الطبيعي عندك. القناة زاغروس وبرنامج الرحمة والإنسانية أكيد اللي يعني دائما سباق بمساعدة أهلنا ومساعدة ناسنا وين ما كانوا وأينما كانوا، يحاول يوفر كل هاي السبل. اليوم قنوشة كملنا الخطوة الأولى طريقنا لصناعة ابتسامة. أنت اليوم حيكون عندك الجزء اللي كان مضايقك أو السن اللي كان مضايقك تخلصنا منه، بس اللي نحتاجه منك العناية حتى نتابع بعدها بالجلسات ان نبدي نعدل بعض المشاكل البسيطه وحده ورا وحده. الخيوط احنا صح خيطناه، الاسبوع الجاي راح نشيل الخيوط، العلاج ايضا راح يوصل ويانا. هذا العلاج ايضا هديه من مجمع النور الطبي الش، تلتزمين به 3 مرات باليوم وبعد الاكل اكيد. نورتينا يا قنوشه، وان شاء الله الجلسات الجايه احنا مستمرين ونورونا برنامج الرحمه والانسانيه. تحياتنا لكم وربي يحفظكم جميعا. طبعا انا جدا اشكرك دكتور سعد على اللي الانجاز اليوم اللي حققت لي اياه، وايديك ما شاء الله كلش خفيفه، ما حسيت بوجع ابد، وجدا منورت لك انا. اشكرك ربي يطول بعمرك، واشكر الكادر الرحمه والانسانيه قناه زفروس اللي ما قصرت ويانا اللي اجت وبادرت بهذا المشروع، والدكتوره نور، دكتوره نور جدا اشكرها هم ما قصرت ويانا. الدكتوره جابتني طبعا من البيت وجينا هنا للمركز، والدكتور ما قصر وياي وسوالي اللي، وبعد اسبوع ان شاء الله اجي واشيل الخيط. وانا جدا اشكركم وأشكر كل اللي ساهم، وفرحت اليوم جدا من ولادتكم. والله يا ابني هو هذا مثل ما يقول له، انا ما عندي معين، بس المعين الله واللي ناس الطيبين مثلك ومثل اللي ساعدتني دكتوره نور، ادعي لها بالتوفيق والصحه حبيبتي ان شاء الله، وكل اللي يشارك ويساهم بكل الناس ويفرحهم ويشيل عنهم الهم. يعني كنت ليل ما انام حايره، ومنها مريضه، منها بنتي مريضه،
والله يوفق كل الطيبين ان شاء الله، واللي يساهمون ويباعون ينظرون علي وعلى حالي حالي مثل امثالي ويساعدوهم، بس الله يساعدهم ان شاء الله بالصحه. طمنيني الحاله النفسيه مال بنيتك شلونها؟ والله الحمد لله والشكر لحد اليوم، تقول انا يوم ما مصدقه الحمد لله. الحمد والشكر لله اللي ندعي الاستاذ حمزه اللي جاب لنا هاي الدكتوره الطيبه اللي فرحتني ورجعت الضحكه الي، لان كنت ما اقدر اضحك وهي صديقاتي واسولف لان نشاز السن مالتي ويقولوا لي هذا ليش، وانا اضج من هذا الشيء، فندعي من الله يوفقكم ان شاء الله. بس احنا نطمنك مره ثانيه، دكتوره نور ودت هديه لدينا الله موضوع مال الايجار. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. وهاي فلوس العوشيه. الله يخليها ان شاء الله ويعطيها الصحه والعافيه، وان شاء الله ادعي لك الك هم بالتوفيق. الله يرضى عليكم وعلى القناه ان شاء الله اللي ساهمت وخلت الناس الطيبين تشاهد الفقراء والمرضى اللي من اتجاهكم انتم من سبب برنامجكم العالم تتعرف علينا، واحنا ممنونين للقناه. حبيبتي دكتورة نور شانك أمي، الله إن شاء الله يوفقك بحق محمد والمه وينطيك يا بنتي الصحة والعافية إليك ولوالدتك، ويرضى عليك لأن فرحتينا وشلتي عنا هم، والله يجازيك بالخير منا إلى ما أنا طيبة أظل أندعي لك بالتوفيق وبالخير وبالعافية إليك ولأمك والخواتك وكل طيبين، كل من اللي يساعدني كل ما اللي يسوى علي ان شاء الله الله بنتي يرضى عليك، الله يكون طريقك النور والخير بحق محمد وتوفقك حبيبه قلبي. دكتوره نور انا هواي ممنونه منك حبيبتي، يوم هواي الشكر منك، عيني فرحتي بنيتي اللي اتمنى منك بالعافيه الك ان شاء الله، لان فرحتي هاي بنتي حيل فرحانه. ست هيفاء يوفقها الله، ست هيفاء اللي باشرت بهذا المشروع وفتحت هاي القناه وخلت العالم تترحم ان شاء الله لاهل الدنيا واخره، والك وكل من طيب ويشارك ويساهم بال يعني عين الفقير على هذا الظيم البيت. الحمد لله والشكر اليوم احنا يم امنا ام هبه بعد ما شفنا دمعاتها وحسراتها واللوعه اللي اخذتها وهم وحيدين لا حول ولا قوه، بس لكن اهل الرحمه واهل الخير هم موجودين في هاي الدنيا. اليوم الله سبحانه وتعالى سخر لها انسانه طيبه دكتوره نور، الله يبارك بيك يحفظك ينطيك الصحه والعافيه على كل ما قدمتيه للعائله، العائله ام هبه البنيه عالجتيها واخذتيها للمركز مالتك، مركز يعني هذا المركز المتميز الله يبارك بيك. حقيقه الام يعني انت راعيتي شعورها واخذتيها هم للطبيب، الحجيه كانت محتاجه علاج وفحوصات سويتي لها كل الفحوصات واشتريتي العلاج على نفقتك الخاصه، دزيتي مبلغ بدينا ايجار ثلاث اشهر الله يبارك بيك، يعني ماكو انسان يجي يسويها يعني قله القليل، كانت محتاجه امور طبيه مثل هاي العكازه وغير امور وفرتيهن لها، قرطاسيه لهاي الابنه اللي لا حول ولا قوه اليتيمه اللي هي تباوع على الله وتباوع عليكم. الحمد لله والشكر، احنا ما نريد نعيد الماساه، نريد الفرحه ان شاء الله بركه الطيبين ان شاء الله يا ربي. دكتوره نور والامثال ان شاء الله يا ربي، فاحنا نريد الفرحه والسعاده لاهلنا وناسنا، ويا اخوان همتكم لاهلنا وناسنا لان هواي اكو ناس محتاجتكم مثل امنا هاي العراقيه الاصيله. لا تنسونا بالدعاء والكلمه الطيبه في مال الله. يلا باي باي امي، باي باي، بوسه بوسه.